النفسيه البارده مع اخ علاء الدين حول موجه البرد القاسيه التي تعرفها المدينه ليلا وصباحا ونهارا كذلك. وهو الحقيقه شغادي قال لك سبحان الله وتعالى عدد خلقه ورضا نفسه وزينه عرشه وعباده كلمته، ان كل ما يصنعه الله وهو الصانع البديع والذي اتقن كل شيء صنعا وخلقا. الحقيقه شغادي يقول لك اخي العزيز، كل حاجه وضع الله تعالى وتبارك واحد الاسس خاصه بها، واحد المقاييس خاصه بها، واحد الاساليب خاصه بها، وعطى فيها واحد التعاليم خاصه، وكل شيء بما اختصه الله برحمته فيه بدل. استعدوا للبرد كما تستعدوا للنار. لما كيقول المثل المغربي لخط الزرع الصوف كلشي غيبدو بالنسبة. حقيقة المنطقية يعني الإنسان أمثال عند المغاربة. أمثال وعندنا المغاربة المغاربة راهم أحرار، ماشي كلمة حنا قلنا هاد الكلمة وديما غنكروها ما غنملوهاش. هيك الحقيقة ديالنا ما كنصرخوش منها، غنبقاو دائما على هاد المبدأ هذا وهاد القيمة هذه إلى يوم القيامة. وحنا يعني غادي نقول نحتمل ونحمل واحد الحقيقه يعني على العاتق ديالنا، خصنا دائما نعتزوا يعني بالاصول ديالنا ونعتزوا بالتراث ديالنا والتقاليد الاجداد ديالنا والاباء ديالنا، ونمجدوا الاوطان ديالنا في الله، والمجد لله وحده، ومجد الاوطان يعني من حب الله والايمان فيه. والحقيقه اش غادي نقول لك، ضربوا هذا المثل ديال خطا الزرع الصوف كلشي غيكذبوا الثوم. هاد الطريقه المنطقيه الانسان ملي كيلبس الصوف سيدنا الاول الله يكرم بخير، كتبقى الراجل لابس جوج ديال المتسلسلات تبارك الله، والطرف على راسو الشداده ودنو مغلوقين، ويلا تغلقوا الودنين الناس اللي كيولي هذا المحل برا، وعاد 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 وعاد. هنا الوقايه راه خير من العلاج، كتبقى السيد عمل 100 سنه و120 سنه وباقي تبارك الله فهمتي في الصحه ديالو، سبحان الله راه باقي حارم فهمتي اخي. كاين اللي كيلبس جوج وثلاثه جلالب حتى في الصيف كذلك. صدقني باقي حارم معاك، لان علاش هي ذاك الدوره الدمويه فين كتصفى؟ كتصفى في ذاك المقياس الحراري فهمتي، ذاك المقياس الحراري هو اللي كيصفي الدماء وكيصفي فهمتي. إذا سيدنا الأول الحقيقة الله يرحم سكة زمان كانوا شادين واحد المقياس، الوقاية خير من العلاج، واستعدوا للبرد كما تستعدوا للعدو. أيوا اليوم بنادم فهمتي، مقارنوش إحنا بنادم بلدي مع بنادم رومي حقيقة الله فهمتي، حتى الأشياء بلدية مع الأشياء رومية ما غاتقارنش فهمتي، لا في اللذة ديالها ولا في الضغط ديالها ولا في المجال ديالها فهمتي. أخي علاء الدين كأخير سؤال، هذه الأيام الأخيرة عرفت وجود موجة من المتسولين ومن من الضعفاء ومن المحتاجين، وهي كتشوفهم في الشارع، هي الدنيا امتحان يا اخي. في الشارع هكا ما شاء الله وصافي كثر كثر، واش كتشوف كاين شي حل؟ والحل هو شنو نقول لك، بين ايدينا فحال الله، حيت هي الدنيا اخطاء تستمر وامتحان مستمر، وهذوك الناس وذاك النماذج هو في الحقيقه هذاك هو واحد، هذاك هو واحد الموضوع بدا تشوفه في ذاك الامتحان. سبحان الله، الامتحان مستمر والخطا مستمر مع هذا الامتحان. هذا الخطا فين كتعملوا؟ كتعملوا انت في القراءه في الدراسه ديالك، يعني بداك الامتحان اللي كدوزو انت. هو الانسان دائما بين قوسين وعلامه استفهام فوق راسو، ودائما كاين ناقص يساوي زائد يساوي. نعم، اذا هو كاين الحل في الحقيقه، الحل بين سولتي هذا سؤال واجب في الحقيقه المنطقي. لو كانت هاد الناس هذو اللي غدق عليهم الله بالخيرات، الله يزكون، وقد فضل الله عليهم بفضله وفضلهم على كثير مما خلق تفضيلا. والتفضيل ها هنا كان القمة ديال التفضيل، راه ماشي الهامة والهندام والحسب والنسب والذهب اللي بين يديه، هو العلم القائم اللي فوق راسك، والله يعبد بالعلم ولا يعبد بالجهل، وأدبك وتأدبك مع خالقك وخلقه، وعلى القدر المكتسب اللي اكتسبتي انت في هذه القيمه هذه، وكيفاش انت تستحضر راسك في هذه الحضره الله التي لا تغيب وسط الحضارات والسادات. وفي الحقيقه وكيفاش انت كتعامل مع هذه الحقيقه هذه، باش كتقدم الخدمه، ورحم الله من عمل عملا فاتقنه، وبكل سخاء وبكل عطاء، واعطي اكثر مما اخذ، ولله ما اعطى ولله ما اخذ. والحقيقه هو الحل بين يدينا، راه ما بقاش عندنا شي سائل في البلد، وقدروا نقولوا هذا مستحيل علينا حنا، ولكن ما هي مستحيل عن خالقنا والامتحان اللي حنا فيه. لان حنا كنا الناس كنهتموا ببعضياتنا الحقيقه، وكنهتموا بالقيم ديالنا، وعندنا ذاك المبدا قائم بيناتنا وبين الخالق ديالنا بكل اخلاص وبكل صدق. لا اظن يا اخي العزيز، والله لا اظن، كرا ما بقاش السائل عندنا في الليل.